أقيمت في بلدية أوباري دورة تدريبية حول كيفية صيانة الهاتف المحمول. الدورة حسب القائمين عليها استهدفت عددا من شباب البلدية تحت إشراف المجلس البلدي أوباري. اختتمت بمركز إزليطن للتدريب ورعاية الشباب فعاليات البرنامج التدريبي بالعلم والعمل نرتقي. البرنامج استهدف أكثر من 300 موظف من الموظفين العاملين بالقطاعات الخدمية بالبلدية تحت إشراف مكتب العمل والتأهيل إزليطن. يشار إلى أن الدورة استمرت 10 أيام. انطلقت في بلدية بنغازي ورشة عمل بعنوان التدريب الذي نريد. الورشة تضمنت عدة محاور حول التدريب وأهمية حلقة النقاش وأنواع البرامج التدريبية تحت إشراف مكتب تنمية الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي. تتواصل في بلدية حي الأندلس حملة تنظيف عدد من شوارع البلدية. الحملة حسب القائمين عليها شملت تنظيف وإزالة المخلفات وأقوام القمامة بشارع الكنيسة تحت إشراف شركة الخدمات العامة وبالتعاون مع المجلس البلدي حي الأندلس. قام جهاز الحرس البلدي سوق الجمعة بجولة تفتيشية على عدد من المخابز بالبلدية. تم خلال الجولة ضبط العديد من المخلفات الصحية داخل المخابز. هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.